غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو، سلام ونعمة. سلام، أهلا وسهلا. كيس العبطير الأرثوذكسية في لبنان حضرتك؟ أيوة، مين حضرتك؟ الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. معك أبو مريم من أمريكا يا فندم. ممكن نعرف بركة مين معايا؟ أبونا اللي معايا ولا مين؟ أيوة. اسم حضرتك إيه يا أبونا؟ اسمي تيمون السورياني. تيمون السورياني، اسم جميل. أبونا الله تيمون، الله يعوضك. آمين. أبونا تيمون، كان عندي استفسار بسيط. تعرف حد لو تكرمت يعني يقدر يخرج الأرواح الشريرة، أرواح النجسة يعني؟ الروح القدس يقدر يعمل كده. لا لا، أقصد حد من الآباء في الكنيسة اللي الأرثوذكسية. لما يكون حد بيعرف يستخدم الروح القدس بقوة بيعرف يعمل كده. طيب في حد عندك ممكن الرب يباركك تديني اسمه نتصل بيه، لأن في شخص أعرفه عنده حالة ومحتاجين حد من الآباء يساعده يعني. حضرتك بتتكلم على حد في مصر مش كده؟ يا نعم، absolutely of course. الحقيقة أنا مش في ذهني حد معين بيقوم بالخدمة ديت، لأنه دي يعني في نوع من أنواع علامات الاستفهام شوية على اللي بيتمارسوا بالكنسية اللي زي كده. فأنا كنت أتمنى إن يبقى في تواصل مثلا سي ما بين الشخص التعبان ده. الشخص التعبان ده موجود في مصر؟ أنا موجود في مصر، بس الكلام اللي قلته كلام جميل يعني بصراحة يعني. بس لو في تقدر توضح لي شوية ماذا تعني؟ يعني في تقصد في بعض الناس مش عاوزين مثلا؟ الحقيقه ان خدمه اخراج الروح الشريره دي بركه بتعطى لكل نفس عرفت تلتحم صح وتاخد بركه عمل الروح القدس صح عشان يقوم بالدور ده. والامور دي ما بيعرفهاش في بواطن الانسان روح ربنا. فاحنا لما بنعمل اشاعات حوالين شخص او بنردد اسم شخص معين وبيكون ده مش منقاد بروح الله، بنخاف انه بدل ما الامور تمشي ايجابيا تمشي سلبيا. يعني مش عارف، احنا بنفضل انه الشخص اللي تعبان دوت يرتبط اصلا بكنيسه، ومن خلال ارتباطه بالكنيسه وممارسه السر الافخارستيه عمل روح ربنا نفسه سر التناول هو اللي هيقوى معاه، وهيلاقي نفسه هو زي الفل وصليب ربنا يسوع المسيح في ايده وقدرته هو على مواجهه التعب وديت هتزول والامور تنتهي. انا اسمح لي يا ابونا لو سمحت كده، يعني عندي احساس ان انت بتتكلم على ابونا مكاري يونان، صح الكلام ولا غلطان؟ انا بالحقيقه ما اقدرش اتكلم على حد، لانه لو انا اتكلمت على حد باي شكل اخر سلبي كان او ايجابي فانا بحط نفسي تحت دايره انا بدين الاخر. لا لا لا، ما املكش كده. لا انا لا اقصد الاساءه، مفيش انسان من حقه ان هو يدين الاخر. لا 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 لا، انا لا اقصد الاساءه، احنا بنستفاد من حضرتك وناخد بركه منك. انا بصراحه يعني حضرتك يعني امين وصادق كده تحس من الكلام، وبعدين بتحاول تعطي نصيحه صادقه يعني. بصراحة أشهر واحد عندنا في الكنيسة هو مكاري يونان، يبقى كده. الحقيقة سعادتك أنا من دير السوريان، وأنا عشت مع المتنيح القمص فلتاوس السورياني. أيوة. وتعلمنا منه أنه التعامل مع الأرواح الشريرة ما يكونش إلا بخضوع الإنسان لروح ربنا. أيوة. بس فهو الراجل كان يملك سلطان على هذا الأمر، لكن ما كانش ابدا لا يحب يستخدمه ولا يتكلم عليه ولا يجيب سيرته مع حد. وكنا لما نفتح السيره معاه كان يقول لنا كده، على قد ما تخضع لروح الله على قد ما الله يديك قوه ونصره على اي روح غريبه. انت بتشوف ابونا الامور الامور محتاجه نوع من اعاده ترتيب علاقه الشخص التعبان ده بالكنيسه والاسرار. شوف حضرتك على قد ما هو ينضم للكنيسه ويمارس الاسرار بخضوع واتضاع، على قد ما روح ربنا هيقدر يقوى في داخله وينتصر على كل ما هو غريب.
تعال حضرتك اشوف، شوف حضرتك انت قلت كلام يعني بدون ذكر اسماء، خلينا نتكلم بدون اسماء. في ناس اشهر واحد يعني يقول انه بيطلع ارواح وكده، حضرتك كان عامل تسجيل على اليوتيوب وجايب واحد بيدعي ان هو شيخ مسلم، وفي الاخير اتضح ان هو قس من الصعيد من منيا، ودي مش اول مره تحصل. وفكر حضرتك الانبا بشوي كان يتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده، الانبا بشوي كان يتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده، واتكلم عن شخص معين واتكلم قال الكلام، الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. يعني كل اللي بيحصل يقول لك بيطلع شلاتين ومطرد الشلاتين، الكلام ده غير صحيح. حضرتك ممكن حد ابعت لك انا مره تانية اديك الرابط، الرابط على اليوتيوب، جايب واحد خس في الكنيسه من الصعيد وبيقول عليه شيخ مسلم ومطلع منه مع انه قس. تعرف فاكر حضرتك قصه كان في واحده اسمها ايه، اسمها ايه واحده كانوا بيقولوا اسلمت وبعدين زوجها كان قس، نسيت اسمها، هفتكر لك اسمها الان وهفتكر لك، هفتكر لك اسم القس. الراجل ده جابه معاه في الفيديو، الراجل ده جابه معاه في فيديو، الراجل ده قس مش شيخ مسلم، الراجل قس معروف وادعى ان هو شيخ مسلم. كاميليا، كاميليا اسمها، كاميليا بس مش فاكر زوجها اسمه ايه، القس في الصعيد. ايوه انا حضرتك انا معني بايه بالقصه اللي انت بتحكيها؟ لا 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 انا بصدق على كلامك، اللي فيه بعض الناس بيقولوا الكلام ده غير صحيح. طب انا عندي كاميليا شحاته، ايوه كاميليا شحاته جوز جميل كاميليا شحاته. طب انا عندي استفسار صغير لو تكرمت، بالنسبه لموضوع في الكتاب المقدس، بالنسبه لنهايه يهوذا الاسخريوطي، القصه موجوده في انجيل متى وانجيل لوقا، ولكن في اختلافات في القصه، فمش محتار انا بصراحه اي روايه نصدقها. والاب متى المسكين بيتكلم عن الموضوع ده، عن الاختلاف ما بين الروايتين. ولو ترجع حضرتك لكتاب متى المسكين سفر اعمال الرسل صفحه 144، بيتكلم لسفر اعمال الرسل صفحه 144، فبيتكلم الاختلاف ما بين قصه نهايه يهوذا في انجيل متى ولوقا، فبيقول كذلك على القارئ ان يدرك قصور روايه القديس لوقا التي يوضح فيها انه لم يكن شاهد عيان او معاصرا لذلك. فبيتكلم على الاختلافات، الاختلاف الاول حسب انجيل متى يقول ندم ورد الثلاثين من الفضه، الكلام ده مش موجود في اعمال الرسل، اعمال الرسل احتفظ بالنافع. متى بيقول الذي اشترى الحق لليهود، اعمال الرسل الذي اشترى الحق هو يهوذا الاسخريوطي. متى بيقول انتحر، قفل التليفون، قفل التليفون. كان معانا مباشرة الآن القمص تيمون السرياني راعي كنيسة، دي واحدة اجيب لكم اسم الكنيسة، راعي كنيسة القبطية. خلي بالك ما قلتش القبطية، انا كررتها مرتين، قلت له الكنيسة العبطية الارثوذكسية في لبنان، قال لي نعم، وقلت له حد تعرف حد من اباء الكهنة العبطيين، قال لي لا ما اعرفش. راعي الكنيسة القبطية الارثوذكسية في لبنان القمص تيمون السريان. طبعا هو حضرتك عاوزك شوف تيمون ولا تيمور، يمكن انا سمعت الاسم غلط، اعتقد تيمون مش تيمور، ما بيسموش اسم تيمور، اعتقدش تيمور ابدا، تيمون anyway، تيمون نعم anyway. لاحظ شيء مهم جدا جدا، عندما ذكرت المسلم مش كده وبس يا ابو سلم، لاحظ شيء مهم. الراجل في الاول اعتقد ان انا مسيحي فقعد يقول اي كلام وانا سمعت تمام حضراتكم. النقطة الثانية، هو أنا متأكد ممكن أحلف لكم إن هو بيتكلم على مكاري يونان، ما عندي شك والله 1%، لأن هو مكاري يونان اللي هو المختص بالموضوع ده في مصر من الكنيسة العبطية، هو مكاري يونان، بس هو مش عاوز يقولها، تمام؟ النقطة الثالثة، أول ما سألته سؤال في المسيحية شفت رد الفعل مش مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر كبير كل قدر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا
أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.